السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة English Online Class. Hope you are doing well. Actually, فيديو تاعنا اليوم راح يكون مختلف تماما عن الفيديوهات السابقة. من خلاله حبيت نقترح عليكم تحدي، A challenge. شكون فيكم ما يحبش يشوف وليده ولا بنته يتكلم اللغة الإنجليزية بطلاقة، يعني fluently. أكيد كل واحد فيكم يتمنى هذا الشيء، ولهذا حبيت نقترح عليكم يوميا 5 كلمات، 5 كلمات نعلمهم لوليدي ليتعلم النطق ديالهم ويتعلم المعنى ديالهم. صوروا 5 كلمات في اليوم، يعني تقريبا 35 كلمة في الأسبوع وأكثر من 100 كلمة في الشهر. من خلال هذا التحدي راح تخلي وليدك يحب اللغة الإنجليزية، راح تنمي الرصيد اللغوي تاعو من غير ما تتعب معه. ما تنساوش أغلبية التلاميذ اللي يواجهوا مشاكل مع اللغة الإنجليزية، المشكل الرئيسي ديالهم هو أنه ما يفهموش معنى الكلمات، يعني ما عندهمش رصيد لغوي ثري. So if you are interested, English Online Class is here to help you. كل واحد مهتم يدير النجم ويكتب لنا تعليق تحت الفيديو. تهلاو في روحكم، نتلاقاو إن شاء الله في فيديو آخر. سلام.